فيكس العسكري يا أخي أحمد، مرة ثانية صباح الخير. نعم زميل بسام، الله يصبحك بالخير. صباح الخير لمشاهدينا، مستمرين معكم على الهواء مباشرة من معرض معدات قوات العمليات الخاصة سوفكس 2018. طبعا مشاهدينا، كان للمملكة الأردنية الهاشمية مشاركة فاعلة في هذا المعرض من خلال قوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومديريات الأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك، عرضت فيها أحدث الآليات والمعدات الحديثة من خلال هذا المعرض. راح يكون معنا الآن العقيد الركن سفيان سلحات، وهو قائد مجموعة الملك عبد الله للقوات الخاصة. الله يصبحك بالخير. صباح الخير، الله يحييك، أهلا وسهلا فيك في معرض سوفكس. نعم، حابين تحكينا عن مشاركتكم كقوات خاصة في هذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركتنا، المعرض هو معرض عمليات خاصة ومعدات ولا الأجهزة الأمنية. السنة تم عرض أحدث المهمات اللي تم استيعابها في مجموعة القوات الخاصة، الخاصة في وحدات القوات الخاصة ووحدات المكافحة وسرية العمليات الجوية. طبعا الغاية الرئيسية اللي هو إظهار المعدات الحديثة اللي تم استيعابها، سواء من الطائرات المسيرة أو الاتصالات الحديثة أو حتى الأسلحة بمدياتها الخفيفة والمتوسطة والتي يتم استيعابها في مجموعة القوات الخاصة لمواجهة التهديدات الداخلية أو حتى لمشاركتها ضمن قوات التحالف على مستوى العالم. نعم، بيك تحكينا عن أهمية مشاركة قوات العمليات الخاصة ضمن العديد من الآليات في هذا المعرض، حتى نورجي العالم قديش أنه عندنا معدات متطورة وأيضا نعمل على تطوير وتحديث المعدات الموجودة عندنا ومقارنة بجميع الدول العالم. يا سيدي، هي الغاية الرئيسية كل أصبح الآن التعاون على المستوى العالمي، مشاركة القوات الخاصة مع بعض البعض لمواجهة التهديدات، فهي بناء شبكة متشاركة وتعاونية. الغاية الرئيسية إظهار قدرة القوات الخاصة الأردنية على وجه التحديد في استيعاب المهمات الحديثة وتطويرهم وتطوير ضباط الصف، حتى يكون الاستيعاب ظاهر جدا للدول المشاركة. النقطة الرئيسية أنه حتى الدول الشقيقة بيكون سهولة عائق اللغة أحيانا، فبيكون هناك سهولة في التعاون مع القوات الخاصة الأردنية خصوصا على استيعاب وتطوير المعدات والمهمات أو استيعاب المهمات الموجودة لديهم. نعم، بيك تحكي لنا شو ردود أفعال الزوار لجناح القوات الخاصة، شو كان ردة فعلهم بعد ما تعرفوا أكثر على الآليات الحديثة وأيضا جاهزية لقواتنا الخاصة وفعالية وأيضا عن دورهم وواجباتهم الكبيرة في جميع المهام؟ للأمانة الردود كلها ممتازة جدا، المعرض ناجح من حيث المشاركات ومن المؤتمر وحتى على المعدات الموجودة. ما يلفت للنظر اللي هو المعدات اللي موجودة في الكادبي وتطوير الصناعات، طبعا القوات الخاصة كمستخدم لهذه المعدات والتغذية الراجعة في تطوير المعدات اللازمة إلها وحتى من الأجهزة الأمنية، ساهم حتى في إنتاج منتجات رائعة جدا للآليات وللأسلحة الخفيفة، وكان المردود إيجابي جدا. نعم، شكرا لك سفيان بيك، الله يصبحك بالخير. صباح الخير وشكرا لك، الله يسعدك، الله يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا، مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة مرة أخرى من معرض سوفكس 2018. الآن راح نرجع لاستوديوهات برنامج يوم جديد لمتابعة ما تبقى من فقرات، وصباحكم سعيد إن شاء الله. شكرا أحمد، الله يعطيك العافية، وفريق العمل الموجود قافلة يوم جديد في معرض سوفكس الدولي، كل الشكر، تحياتي.